إذن مشاهدينا، كنا مع وداع الرئيس ميشيل سليمان في القصر الجمهوري قبيل انتهاء ولايته الدستورية التي تنتهي منتصف هذه الليلة، منتصف السبت الأحد. أما الآن فننتقل إلى نشرة الأخبار ونستهلها كالعادة بأبرز العناوين. إذن الرئيس سليمان ينهي العهد بأجواء احتفالية، البابا بدأ جولته، الأسد يقدر الموقف الروسي. غادر رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان القصر الجمهوري في بعبدة تاركا كرسي الرئاسة للفراغ والمجهول الذي يخيم على مجلس النواب. وتنضم إلينا مباشرة من أو بالأحرى سننتقل مشاهدينا إلى أبرز ما قاله الرئيس سليمان في خطابه الوداعي. وحدتنا الوطنية تحتل الأولوية وتفرض علينا عدم التدخل في شؤون الجوار مهما عز الجوار، لا بل توجب الانسحاب بلا تردد من كل ما من شأنه أن يفرق صفوفنا. حان الوقت لبناء استراتيجية دفاعية كمدخل ضروري لبناء الدولة، فالتحرير يبقى منقوص الفائدة إذا لم يؤدي إلى تحقيق سيادة الدولة وحدها على شؤونها كافة وكل أراضيها. أما وقد شارفت الولاية على الانتهاء بضع ساعات ولم نتمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهل الدستورية، فإني أهيب بالمجلس النيابي وبالقوى السياسية الممثلة فيه إتمام الاستحقاق الرئاسي من دون إبطاء، فإن خلو هذا الموقع يشكل تهديداً لهذا الدور الذي نريده ضامناً لانتظام الحياة السياسية والدستورية، خصوصاً إذا كان الشغور مقصوداً بفعل انقسام عمودي بين القوى السياسية وغياب نقاط الالتقاء، أو بسبب رغبة دفينة لا تريد للبنان أن يستقر في مؤسساته. ومن منطلق مسؤولياتي الدستورية أيضاً سأوقع اليوم بعد الظهر مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، فالبلاد هي على مشارف استحقاق الانتخابات النيابية، ما يستوجب وضع قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح. والأوضاع العامة قد تشهد أموراً طارئة تستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية ينص القانون على وجوب إحالتها إلى مجلس النواب لإقراره لا سمح الله حالة الطوارئ. الرئيس سعد الحريري من جهته رأى أن الرئيس ميشيل سليمان يغادر الحكم وقد ترك ذخيرة سياسية حية لما يجب أن تكون عليه رئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة، خصوصا لجهة الالتزام الكامل بسيادة الدولة والتمسك بالمبادئ التي وردت في إعلان بعبدة. واعتبر الحريري في بيان أن لا عيب في الدستور يتسبب بالفراغ، إنما العيب في عدم تطبيقه والعجز عن بلوغ المستوى المطلوب من الشجاعة الأدبية والسياسية للشروع في التنازلات المتبادلة وتقديم المصلحة الوطنية على الأهواء والمصالح الخاصة. وفي سياق آخر، بدأ البابا فرانسيس جولته في الأردن والتي سيتابعها نحو الأراضي المقدسة تحت شعار الحوار بين الأديان والحركة المسكونية في منطقة تشهد اضطرابات. بعد تأخير لم يتخطى الربع ساعة عن الموعد المحدد، أقلعت الطائرة البابوية من روما مقلة البابا فرانسيس إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، حيث المحطة الأولى من زيارته إلى الأراضي المقدسة. وفي المطار كان على رأس المستقبلين الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري الملك عبد الله الثاني للشؤون الدينية، هو الحبر الأعظم الرابع الذي يزور الأراضي المقدسة، زيارة تقوده إلى بيت لحم والقدس، حيث يتوقع أن يعيد إطلاق الحوار بين الأديان والمصالحة بين كنائس الشرق. من المطار توجه البابا إلى قصر الحسينية في عمان، حيث يلتقي الملك عبد الله بحضور كبار المسؤولين الأردنيين وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، إضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة. كما يتوج البابا زيارته بقداس يترأسه في استاد عمان الدولي الذي يتسع لثلاثين ألف شخص. المحطة الأبرز في الأردن ستكون في المقطس، الموقع الذي قام فيه يوحنا المعمدان بتعميد السيد المسيح، حيث يلتقي البابا حوالي 600 معوق ولاجئ
من الأردن وسوريا والعراق. أمنياً، وضعت السلطات الأردنية أجهزتها في حالة استعداد تمهيداً للزيارة التي تنتهي صباح غد، حين يتوجه البابا بمروحية عسكرية أردنية مباشرة إلى مدينة بيت لحم. وفي إطار متابعة زيارة البابا فرانسيس التي سيواكبه فيها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الأردن والأراضي المقدسة، ينضم إلينا الزميل بسام أبو زيد الموجود في عمان. بسام، يعطيك العافية. ما هي أبرز النقاط التي تناولها قداسته في خطابه؟ يعني قداسة البابا تحدث في خطابه بوجه التحديد على أهمية السلام في هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب، والسلام أيضا في سوريا، وتحدث أيضا عن أهمية الوجود المسيحي في هذه المنطقة ولا سيما في الأردن، وتحدث أيضا عن أهمية الحوار الإسلامي المسيحي والمبادرات التي يقوم بها الأردن في هذا الإطار، وأشاد أيضا بالدور الذي يقوم به الملك الأردني في هذا الإطار بالتحديد. طبعا هذه العناوين الثلاث، يعني الحوار والسلام والتعايش بين الأديان، هي التي طبعت يعني زيارة قداسة البابا فرانسيس إلى قصر الحسينية هنا في عمان، حيث كان اللقاء مع الملك عبد الله بحضور حشد كبير من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية وكبار المسؤولين الأردنيين. طبعا قداسة البابا غادر منذ قليل لقصر الحسينية وتوجه إلى استاد عمان الدولي، حيث سيقام هناك الفضات الذي ستشارك فيه وفود شعبية من مختلف دول المنطقة. هناك وفود أتت من لبنان، من سوريا، من مصر، ومن فلسطين أيضا، ومن غيرها أيضا من الدول العربية لتشارك في هذا الفضات. المحطة الأهم في زيارة قداسة البابا إلى هنا إلى الأردن هي عندما يتوجه إلى منطقة المغطس، حيث جرى عماد السيد المسيح من قبل يوحنا المعمدان في تلك المنطقة. أيضا سيرافقه الملك عبد الله، وستكون يعني الصورة الأهم، وستكون اللحظة الأهم لهذه الزيارة ولزيارة قداسة البابا إلى الأردن. نعم. باعتبار أن هذا المكان هو الأكثر قداسة لدى المسيحيين على الأراضي الأردنية، وهو يقع يعني بين الأراضي الأردنية صحيح. والأراضي الفلسطينية التي سيزورها قداسة البابا أيضا يوم غد. الزميل بسام أبو زيد مباشرة من الأردن، شكرا لك. كيف استقبل موارنة المنطقة البطريرك الراعي في الأردن؟ احتشد موارنة من لبنان ودول المنطقة ومن بينها فلسطين حول البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في ساحة كنيسة مار شربل في عمان، احتفاء بزيارته للأردن وبرحلة الحج المرتقبة إلى الأراضي المقدسة. وعلى أنغام الموسيقى عبر الشباب المسيحي عن فرحه بهذه المناسبة، مؤكدين أن زيارة قداسة البابا فرانسيس وزيارة البطريرك الراعي تساهم في تعزيز دورهم في الدول العربية التي ينتمون إليها، ولا سيما لناحية الحوار مع باقي الأديان. المؤمنون المسيحيون من مختلف الدول العربية كانوا شاركوا في قداس في كنيسة مار شربل ترأسه البطريرك الراعي، وعاونه عدد من المطارنة والكهنة، وارتفعت الصلوات على نية السلام في كل دول المنطقة. من دون مال، من دون سلاح، من دون تسلط، اكتسب العالم بقوتين، الحب والغفران. هذا هو معنى وجودنا المسيحي على هذه الأرض المقدسة، والتي علينا أن نصمد وأن نقول لا لكل ما ينتهك كرامة الله، أعني لا للبغض، لا للتفرقة، لا للنزاعات، لا للتمييز العنصري، لا للتمييز الديني، لا للحرب، لا للعنف، لا للسلاح. نعم، هذه اللاءات جئنا نرددها مع البابا فرانسيس، لا لنقول فقط لا، بل لنقول نعم للحب، نعم للسلام، نعم لكرامة الإنسان، نعم للأخوة، نعم لله. هذه الأرض التي تكرم فيها الديانات الثلاث التوحيدية، التي تكرم الله على هذه الأرض، هذه الديانات الثلاث ينبغي عليها أن ترمي جانبا كل حقد وسلاح وحرب وعنف. هذا معنى وجودنا ومعنى
زيارة قداسة البابا فرانسيس. البطريرك الراعي بارك في باحة كنيسة مارشاربل كابيلا للقديس مارمطانيوس، وشدد على أهمية الحضور المسيحي في الأردن ودول المنطقة، لافتا إلى أن ما يقوم به قداسة البابا من زيارة للأراضي المقدسة وما يقوم بها هو أيضا يدخل في إطار تعزيز هذا الوجود. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل غياب أنطوان شويري حضور وإنجازات. ونتابع مع الشأن السوري، حيث أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة للشعب السوري في الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب، وشدد أمام وفد حكومي روسي برئاسة نائب رئيس الحكومة ديمتري روغوزين على أهمية دور روسيا في حماية الاستقرار في العالم والوقوف في وجه محاولات الغرب الهيمنة على دول المنطقة. بعد ساعات على إعلان مقاتلي المعارضة السورية بدء معركة السيطرة على تل أم قران القريب من مدينة نوى في ريف درعا، أعلن ناشطون أن المعارضة نجحت في التقدم نحو هذا التل الاستراتيجي وسط استمرار العمليات العسكرية في محيط نوى. وتحاول قوات النظام منذ أكثر من أسبوع محاصرة مقاتلي المعارضة المتحصنين في هذه المدينة وقطع خطوط الإمداد عنهم تمهيدا لاقتحامها. ارتفعت إلى 37 قتيلا محصلة هجوم المعارضة بقذائف الهون مساء الخميس على خيمة انتخابية لتأييد ترشيح الرئيس الأسد في حي المطار في مدينة درعا. هذه المحصلة الجديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان بعدما كانت محصلة سابقة قد تحدثت عن مقتل 21 شخصا في الهجوم المذكور، بينهم أطفال. أكثر من ثلاث سنوات. وبالعودة إلى الداخل اللبناني، نفى النائب إبراهيم كنعان في حديث للـ LBCI القول الذي نقل عن تكتل التغيير والإصلاح عون أو لا أحد، لافتا إلى أن التكتل يتفهم حرص البطريرك الراعي على ملء الفراغ. كنعان اعتبر أن عون يشكل عامل ضمانة للرئيس الحريري ولأي تفاهم قد يحصل بين الحريري وبقية القوى السياسية. نحن مش ناطرين اتفاق حدا، نحن عم نقول في عنا الحل، ولكن واقعيين وعارفين انه هالحل ما بيركب في لبنان من دون مناخ. عم نتوجه انتبه للبنانيين، نحن مش عم نتفاوض غير لبنانيين، نحن عم نتفاوض مع الرئيس سعد الحريري، عم نتفاوض مع المكونات اللبنانيه يلي تؤلف هذا النظام السياسي. هلا اذا في من تاثيرات معروفه وموضوعيه وواقعيه، في تاثيرات على الوضع الداخلي بلبنان، نحن عم نجرب نكون بأكثر قدر ممكن يعني مشاركين، مثل ما قال بيان بكركي، مشاركين بهذا القرار، وعم نتصدى لعمليات التسوية بالوسائل الدستورية المتاحة إذا صار. وزير العدل أشرف ريفي تحدث عن ورشة عمل جارية في القضاء لسد بعض الثغرات، واعتبر في مؤتمر للقضاة أن التعيينات القضائية الأخيرة ستساهم في سد بعض الحاجات الأساسية. بعتبر أنا جسم القضائي في نخب من المجتمع اللبناني، المنظومة آسف أن أقول فيها ثغرات الحقيقة، أنه إحنا بحالة تنقية ذاتية، بحالة درس لحاجياتنا، بحالة درس لتطوير المنظومة القضائية، بحالة تفكير كيف منأمن حاجات الناس، يعني بمعنى آخر كيف منأمن المحاكمات السريعة مش المحاكمات البطيئة، وبعدين بدنا نفكر نحن وياكم بموضوع السجون كيف منديرها وكيف منأمن الحقيقة. أنا أؤمن تماماً القضاء المستقل هو القضاء اللي بيأمن حاجياته بذاته دون الحاجة للآخر، بس تكون بحاجة لحدا تاني معناته منك مستقل. بمناسبة ذكرى الراحل أنطوان شويري، أقيم حفل مساء أمس حضره عدد كبير من أصدقاء الراحل وتخلله لوحات راقصة وكلمات ذكرت بمسيرة الراحل وإنجازاته، كما عرض شريط لكل المراحل التي مرت فيها شركات شويري في مجال الإعلانات. أنفاق غزة والعطالة عن العمل بعد الفاصل. أهلا
بكم من جديد. يعتقل الجيش التايلاندي الذي تسلم السلطة إثر انقلاب يعتقل رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا وعددا من أعضاء حكومتها. وأعلن متحدث باسم الجيش أن الاعتقال قد يستمر مدة أسبوع، وذلك حسب درجة مساهمتهم في الأزمة السياسية التي أدت إلى الانقلاب حسب تعبيره. وطمأن المتحدث إلى أن شيناواترا في مكان آمن. وكان الجيش قد احتجزها أمس بعد استدعائها مع 154 شخصاً آخرين غالبيتهم حلفاء سياسيون لها إلى منشأة عسكرية في العاصمة بانكوك، ما أثار مخاوف من حملة تطهير سياسي. بعد إغلاق أنفاق غزة، عمال هذه الأنفاق باتوا عاطلين عن العمل. هنا رفح بوابة غزة مع الحدود المصرية، والتي شكلت رافعة اقتصادية لحكومة حماس على مدار سنوات الانقسام من خلال أنفاق التهريب. فهذه الأنفاق كانت تشغل نحو 20,000 عامل، ما خفف عن حكومة حماس عبء تأمين أشغال للطبقة المهمشة. وقرار إغلاق الأنفاق مع مصر جعل عمال الحفر أسرى بيوتهم يصارعون جوع عائلاتهم. بالنسبة لقطاع غزة، الحكومة مش عملت لنا ولا حاجة، لا هي موفرت لنا شغل ولا هي موفرت لنا الطحين، مش موفرته لنا. في منازل هؤلاء تتجسد المعاناة بالفعل، فحياتهم تبدو مظلمة ولا قوت لأطفالهم. احنا والشباب كلهم اللي كانوا بيشتغلوا معاي كل هيتم الحين، والله يمكن الواحد فيهم بيحقل على حق كيس الطحين، ولا هو يعني في منهم ناس حتى صارت تشحد الحين. ولكن وعلى رغم هذا الواقع، يواصل عمال الأنفاق معركتهم في تأمين لقمة العيش من خلال عرباتهم التي تجرها الخيول. والله من ناحية الدمار دمرنا صحيح، لأن هي كانت المنفس تبعنا، هي كانت هي الدخل تبعنا، هي كانت المصروف تحت الدار. بس الحين لما انسكرت سكرت الدنيا كلها، فعشان هيك الواحد بيقول يا رب ارزق. هي الحاجة الماسة التي دفعت هؤلاء العمال الفقراء للعمل في مهنة حفر الأنفاق. تيسرت أمورهم وعائلاتهم في هذه المهنة، لكنها على ما يبدو تعثرت إلى الأبد لما أصبحت الأنفاق شيئا من الماضي. للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال من حدود مصر مع قطاع غزة، شريف النيرب. مشاهدينا، وسنعود بكم في هذه الأثناء إلى الأردن، وتحديدا إلى استاد عمان الدولي، حيث وصل قداسة البابا فرانسيس على متن البابا موبيلي، ولكن غير المضادة للرصاص، فهو يأبى أن يستقل السيارة المضادة للرصاص كي يكون على تماس مباشر مع المؤمنين. إذن وصل قداسته إلى الاستاد الذي يتسع إلى ما بين 25,000 إلى 30,000 شخص، وهو سيترأس القداس في الاستاد قرابة، حسب البرنامج الموزع، قرابة 4 PM، أي بعد نحو 40 دقيقة من الآن. وطبعاً وصوله إلى الاستاد جاء بعد لقائه الملك حسين، أولاً بشكل خاص، لقاء خاص مع الملك حسين وعائلته، ثم لقاء مع الملك عبد الله الثاني، ومن ثم اللقاء الموسع مع كبار الشخصيات، حيث ألقى خطاباً ذكر فيه بأهمية الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط وأهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا. في أي حال مشاهدينا، سنكون معكم في نقل مباشر للقداس فور بدئه. وفي هذه الأثناء نترككم ونتمنى لكم أطيب الأوقات. إلى اللقاء.